النادي الاهلي وانتقالك من النادي النصر السعودي او رجعت من النادي النصر السعودي، ومحمد كانت ايديه عنده مشكله انا فاكر في الاوتار، وهتعمل العمليه هنا في القاهره او تعمل العلاج الطبيعي هنا في القاهره. وبعد كده جالك تليفون اعتقد من الكابتن ماهر، كابتن ماهر همام، وتواصلت مع كابتن خطيب. وفي التوقيت ده كان كابتن خطيب هيسافر تاني يوم للامارات يخلص صفقه الله يرحمه محمد عبد الوهاب. كان في نفس التوقيت يعتبر كده. انا رحت قعدت مع الباشمهندس عدلي لان كابتن خطيب ما كانش موجود، لان انا مسافر. هتروح تقعد مع المهندس عدلي تخلص الامور. برضه ليا حدوته لذيذه مع المهندس عدلي بتاعي. هيتكلم في تفاصيل، فانا قلت له لا التفاصيل ما يعني مش معايا. هو الموضوع الموضوع خلصان يعني. انا ما كانش بقى معايا ولا وكيل ولا كناش نعرف الحاجات دي. لا انت كنت تعرف وانت ما تعرفش حاجه. هو زيك مش دي كواليس، فانا مش زيك. لا انا ما كانش عندي يا جماعه وكيل، لكن اسلام من يومه ماشي ما بيتحركش. صح. اخبار استاذ اسامه ايه؟ كويس الحمد لله. ما زال وهيبقى وكيل بدر كمان. بسم الله ما شاء الله. فقلت له على فكره يا باشمهندس، هو المفروض الموضوع يكون يعني شبه خلصان. فحضرتك بتتكلم في امور يعني صعب جدا ان انا هبتدي من الاول، وان احنا نقول هتاخد ايه هتعمل ايه المواضيع دي. لا ما انا طب امضي. قلت له مش ماضي. قلت له لا خلاص انا مش مرتاح مش ماضي. راح مكلم الكابتن خطيب في التليفون، قال له في اتفاق مثلا مع عماد. قال له في اتفاق مع عماد كذا كذا كذا. قال لي خلاص. قلت له لا انا هاجي بكره. ما خلاص انا عرفت من الكابتن خطيب ان فعلا في اتفاق على واحد. خلاص اللي انت اتفقت عليه امضي. قلت له لا 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 انا هاجي بكره. عشان تصدقني بعد كده. انا لما اقول لك هاجي بكره يبقى هاجي بكره خلاص. لكن امضى النهارده مش ماضي. مش حمضي. الموضوع بالنسبه لي كده عشان يا جماعه عماد بالمناسبه معلش عشان لازم اقول لازم عماد من الناس اللي خلاص طلبت معاه دلوقتي ان هو هيمشي هيقوم يمشي دلوقتي هيقوم يمشي واللي يحصل يحصل ما عندوش اي مشكله. لا مش هيحصل حاجه. لا هو صعيدي صعيدي بس في وقت وقت يعني حبايبنا طبعا. مش على طول يعني. مشيت. استغرب. والاستغراب اكتر بان انا جيت تاني يوم في نفس الميعاد برضه. نفس الميعاد ونفس المكان. في 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 بيته. وما اتكلمتش في حاجه. انا جيت مضيت. قلت له بس انا عشان يعني تبقى هي كلمه واحده. وانا عارف ان النادي الاهلي هي كلمه واحده. كلمه واحده. فانا حابب اقول لك ان انا برضو كلمه واحده. فانا حسيت ان الكلام ان ما عندكش معلومه كامله. فانا خلاص عرفتها. فانا خلاص كده انت عرفت، لكن مش في نفس الوقت خلاص. انا كده عرفت. فلازم برضو حضرتك تعرفني ان انا برضو كلمه واحده. على فكره انا جيت النادي برضو بكلمه واحده مع كابتن خطيب، وامضيت برضو معاك برضو بكلمه. مضيت بدأنا. خلاني في نفس اليوم كان بركات في العربي لسه القطري.